بل أنا سأضرب مثال حي وهو مدعاة للفخر، يمكن الكثير منكم اطلع عليه اليوم. عندما تأتي أو تقوم سيدة فلسطينية مسنة لا تملك سلاح ولا رشاش ولا دبابة، لكنها تستعين بالله سبحانه وتعالى وترفع صوت القرآن الكريم من خلال المكبرات، فتدخل الذعر في نفوس وقلوب المحتفلين اليوم في مقر السفارة في القدس. هذا عمل يجب أن نفخر فيه. العدو يرانا منقسمون ويرانا مشتتون ويرانا ضعفاء. ما يجب أن يراه العدو وما يجب أن يعرفه بأننا لا نتعب لا نكل ولا نمل، ومتى ما اقتنعنا بشيء فنحن عنيدون إلى حد لا يطاق. هذا ما يجب أن يعرفه الشعب الكويتي، واللي مثل اليوم مثل كرئيس مجلس أمة، وأيضا بحضور أخي النائب محمد دلال. ننطلق من موقف تاريخي ومبدئي، الموقف الذي يجسده حضرة صاحب السمو أمير البلاد، أميرنا ووالدنا وقائدنا تجاه هذه القضية.